قال المزيد حول أوضاع المياه في العراق في ظل منع إيران حصة العراق المائية. ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان أستاذ القانون الدولي رحيم الكبيسي. أهلا بك معنا أستاذ رحيم. وعليكم السلام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. أهلا بك أستاذ رحيم. حوالي 70 مليار متر مكعب يمثلون 35% من مياه دجلة هي حصة العراق كما تعلم من المياه القادمة من إيران، وهي الحصة التي ثبتتها اتفاقية الجزائر عام 1975. ما الذي أوصل الأمر إلى أن يعاني العراق من شح في المياه لا سيما في دجلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبقا لنظرية الأنهار الدولية، خصوصا الدول التي ينبع منها نهر معين ويمر بدولتين أو أكثر، يعني نسميها الدول المتشاطئة، وبالتالي في قاعدة القانون الدولي مبدأ يسموه تقاسم الضرر. عندما ينخفض منسوب المياه من المنبع تتأثر الدول في المصب. على سبيل المثال، نهر الفرات عندما ينبع من تركيا يمر في سوريا ثم في العراق، نهر دجلة كذلك. ونحن نعرف أن العراق يعتمد في تأمين المياه بشكل أساسي على مياه نهري دجلة والفرات، وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشكل شط العرب. العراق يعاني الحقيقة منذ سنوات انخفاضا في الموارد المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه تدني كميات الأمطار في البلاد. الأزمة الأكثر خطورة هي مع الجانب الإيراني. مع الجانب الإيراني مع كل الأسف، خصوصا بعد اتفاقية 75 التي لم يطبقها الجانب الإيراني وبقيت حبرا على 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 ورق. وبالتالي ما زال الجانب الإيراني يقطع المياه عن أنهر وجداول، كروان، الكارون، الكرخة، الوند، ما سبب أضرار جسيمة لسكان ديالة التي تعتمد بشكل مباشر على المياه القادمة من إيران. إيران ترفض بالتأكيد بحجج واهية عندما تقول نحن مشغولون في الانتخابات وبالتالي لا نستطيع أن نأخذ اجتماعا لكي نتفق أو نتقاسم الضرر كما تقاسم العراق الضرر مع الجانب التركي، بالرغم من أن نهر الفرات يمر في سوريا. لكن هم يعتبرون العراق مع كل الأسف ضيعة، الإيرانيين يعتبرونهم ضيعة، ووزراء الموارد المائية ينحازون أو لا يتحدثون أبدا، إلا ربما هذا الوزير الأخير في هذه أثار موضوعا أنه يجب أن يحرك الأمر إلى المجتمع الدولي. وعندما نقول إلى المجتمع الدولي نعم. يعني سوف نأتي نقول إلى اليونسكو. أستاذ رحيم، سوف نأتي على هذا الموضوع، ولكن يعني في ظل عدم مبالاة إيران بهذه الاتفاقية، اتفاقية الجزائر، ألا يوجد في القانون الدولي ما يلزمها يعني تقاسم الضرر مع جيرانها، يعني دول التي يمر بها أو تمر بها هذه الأنهار؟ أي موجود، لكن تحتاج إلى 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 إثارة الموضوع إلى الأمم المتحدة، إلى اليونسكو، إلى حقوق الإنسان، لأنه كما نعرف القرآن الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبالتالي هذه المياه سواء كانت للشرب أو كانت للزراعة هي كأنه تساهم بقتل ملايين الناس نتيجة شح المياه أو قطع هذه المياه. لكن الإيرانيين نحتاج أولا إثارة الموضوع من قبل الجانب العراقي، إذا لم يكن هناك اتفاقا وديا بين الطرفين حسب ما تقرر اتفاقية الجزائر، إذا لم تكن هناك مع المطالبة هذه الموافقة، يثار الأمر أمام المجتمع الدولي. وعندما نقول المجتمع الدولي يعني الأمم المتحدة، يعني يونسكو لأنه مسؤول عن الأنهار الدولية والاتفاقات وحقوق الإنسان، يعني هذه الأمر. لكنه كما تعرف أن المسألة طالما تتعلق بإيران ستجد معارضة شديدة من السلطة الحاكمة أو من عناصر السلطة الحاكمة ومن أشخاص السلطة الحاكمة، وبالتالي لا يريدون الاقتراب من شيء اسمه بين قوسين إيران أو وزير نعم وزير الموارد المائية الحالي في يعني
في حكومة الكاظمي الحالية، صرح بأن الحكومة الحالية بدأت في تدويل ملف المياه مع إيران. يعني هل لمست جدية في هذه الدعوة، وهل أتت متأخرة بالفعل؟ تعرف أنه كل مصير انتخابات تشكل وزارة، وهذه الوزارة من هو وزير الموارد المائية؟ تعرف هم يختارون الوزارة موافقة إيرانية موافقة أمريكية، وبالتالي خصوصا الوزارات اللي يعتبروها وزارات سيادية أو ربما يثيرون مشاكل كوزارة النقل على سبيل المثال، هذه الوزارة نفس الشيء أثير الموضوع، لكن كما تعرف أن هذه الوزارة عمرها قصير وربما تغادر بعد الانتخابات، وبالتالي سيستبدل وزير الموارد المائية بشخص آخر، وبالتالي يكون قريبا على إيران، وبالتالي حتى عندما تكون هناك اجتماعات بين الطرفين فكأننا من طرف واحد وليس من طرفين، لأنه لا نجد شخص يدافع عن حقوق العراق والعراقيين في مواجهة الجانب الإيراني مع كل ذلك. نعم، إذن أستاذ القانون الدولي رحيم الكبيسي كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.